بصح من بعد مازال ما مش مواجدين مجال واش عليه. من بعد هذيك مومون دوني الفيلم خلاص وجدوه على حساب الاخر الوقت هذاك وداروا اللي يدير الدور تاعي هذاك اللي شبه لي ولا كيما حبيت ديرها. صحيح شبه لك عبالي بيناتنا جابوه فوتو كوبي. انا جوسكا بريزون انا من بعد طلبت قلت ما لازمش يديروا حاجه اللي بلا ما يشاوروك. اه من بعد ولاو في لي ريزو سوسيو ولاو يهضروا ما بالك دوك في لي ريزو سوسيو دوك انا نحب نقول نجوز حوايج عليك مش انا اللي نتكلم ننجم نوصي اكس ايكغاك هذه معروفه دوكا ولكن في لي ريزو سوسيو خرج بزاف كلام كبير صرات ضجه وين يقولوا بلي بن شيخ قرا السيناريو هذاك وما عجبوش وما السوما ما تفاهموا ما كاش وانا عمري ما تلاقيت بجعفر تسمى في الصح ما تلاقيت جامي تلاقيت تصورنا خطره انا وياه عندها موت في ان بالون دور تاع الهدف مده وقيلة عندها 4 5 سنين ولا 6 سنين والله مش في قديمه او هو على باله بصح من هذيك لافير هذيك انا جامي لقيته ما تلاقيناش كاع لليوم انا ما تلاقيناش. ما تشوفش باللي بالك هذا مالونتوندي؟ نو ما كاين والو دركا شي ما كاينش منها تاع وصلت للشرع والقضاء. لا ومن بعد انا زعفت شويه طلبت اوفيسيالمون باش يحبس هذا الشيء هذايا. بصح هي ما كاين والو كيما يقول لك سي ان مالونتوندي بيني وبينو. ممكن واحد اخرين اللي دخلوا داو في كلام وكذا مي ما كاين والو انا قصرنا يوم في وقت لك نهار خدينا تصويره كيف نظن الان ما كان حتى مشكل اسكو فرات سي بون الحكايه ما كاين والو دوك خلاص وصلش للشرار لا ما كاش تسمى اشاعات هذا اه من بعد نو ما راحتش خلاص تيرميني هذيك نساها دوك ضرب كاس ما وريح خلاص لا احنا نبغوا الخير لا انا حبيت نقول لهم نحلوا قوسين باللي صفات القلوب لا ما كاين والو ما عندي كاع مشكل معاه هنا نعاودوا نشوفوك مع جعفر قاسم في ولا لا في بروجي اخر رانا هنا واجدين ماشي مشكل كاع مسيو جعفر امالي راه واجد ماهوش مشكل كاع الشباب ونشوفوا علي بن شيخ في عالم التمثيل سمعتوا لي كونكيرون تاعنا في التمثيل ما نجم لكمش توما ما نجم لكمش كاين الموهبه